الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليف لام رام تلك أيام تلكي من تام بالحكيم. إنك من الناس من عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن نذير الناس وبشر الذين آمنوا إن لهم قدما من صدق عند ربهم قام للكافرون إن هذا من لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق من السماوات والأرض في من ستة أيام ثم استوى على العرش من يبدي من الأمر ومن شافيع إلى من بعد إذنه من ظالمكم الله ربكم فاعبدوهم أفلا تذكرون. إليهم مرجعوكم جميعا وعند الله من حقا إنهم يبدا الخلق ثم يعيدهم ليجزيهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شمراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله من ذلك إلى بالحق من يوم فسير الآيات لقوم يعلمون. إن في من أخمتي لا في الليل والنهار وما من خلق الله من في السماوات والأرض ومن الأيام لقوم يتمناقون. إن الذين لا يرمجون لمن قائنا من ورمنا دمنا بالحياة الدنيا وأدمنا ما من أنمنا بها والذين هو عن آياتنا من غافلون من أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يمدهم ربهم بإيمانهم تجري من تحت الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك من اللهم ومن تحيمنيتهم فيها من سلام وآخر من دعواهم إن الحمد لله رب العالمين. ولو يومنا عجيل اللهم للنام نسلم شر اسمنا ترمنا جالم بالخير لهم دي إليهم جالوهم فنزمنا للذين لا يرمجون لقاء أمننا في من تغيانهم يعمون. وإذا من مثل نسامنا لدور من ودعان لمن جنبيهم أو قاعدا أو من قائما فلما كمن شذن عنهم دورهم مارمنا كان لم يدمنعون إلى دور مسوا كذلك زيين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءهم رسول بالبينات وما كانوا ليؤمنون كذلك من نجم نزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لمن نزور كيف تعلمون. وإذا من تدلى عليهم يأتون من بينات قال الذين لا يرمجون لقاءنا من أتمنا بقرآن غير هذا أو من بدلهم قل ما يملكون.
يكون للأنؤمن بديلهم تلقاء نفسنا تبيع إلى ما يوحى إلي إني أخاف من أن عسيت من ربي من عذاب يوم عزيم. قل من لو من شاء الله ما تمنى لو توهم عليكم ولا دمن راكم نبي من فقد لبسمت فيكم عمورا من قبلهم عفل تقيلون فمن نزل ممين فما ترى على الله كذيبا أو كذاب بآيات إنه لا يفلم نحن مجرمون ويعمن بدون من دون الله ما لم يدرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء من شفعاؤنا عند الله من قل أتم نبيهم من الله بما لا يعلم من في السماوات وما في الأرض من سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلى أمة وحيدة فاختلف ولو من لا كلمات سبقت من ربك لقوم يدي بينهم فيها فيه يقمن تلمن فون ويقولون لولا نزيل عليهم آيات من ربي ويقولن إنما الغيب لله فمنتزير إن معكم من المنتزرين. وإذا نزقنا الناس من رحمة من بعد دراء مسدهم إذا لم مكرا في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسولنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجمرت نبي من ريح تئيبة وأفريح بها من جادنا من ريح عاصم فن وجاءهم الموج من كل مكان وزنوا إنهم نحيم تبيم دعاهم اللهم اغلم نسينا للدين لأن أنجب ابنتنا من عازم لنا منكوننا من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا يبنغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيوكم على أنفسكم ما تمنع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعوكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مسمنا للحياة الدنيا كما أنزلنا من السماء فغمنت لا تمن بمن تبامنة الأرض مما يأمن كل الناس والأنغام عمنا تمن إذا من أخمنا زمنا تلمنا أرض زخمنا روفانا وزمنا يمنا ندوزانا أهلوها من إنما قد يمنرون عليها من تأمرون من ليلا أو نهارا فمن علنا من عسيدا كان لم تغنى من بالأمس كذلك نفسير الآيات لقوم يتمنى فكرون والله يدمنعون إلى من دار سلامهم ويهد من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحمنا سان الحسن من وزيمن يا دمنة ولا يرمن حاقون وجوههم قد تمنهر ولا نزلة أولئك أصحاب الجنة من فيها خالدون والذين كسبنا بالسيئات جزاء سيئة بمسهم وترهم نقوهم نزلة ما لهم من الله من عاصم كنام أغمشي وجوههم قتاة من
الليل مظلمان أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحن نشرون جميعا ثم لم نقول للذين أشركوا مكناكم أنتم وشركاؤكم فزايلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إنكم مع عبادتكم لغمنا في لين هون عليكم تبلو كل نفس ما أسلمنا فنورمنا دو إلى الله مولاهم الحمد.